بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سادتي العلماء، أيها الأخوة والأخوات، أحمل وأخي سماحة الشيخ حسان لكم تحية تجمع علماء المسلمين في لبنان، وتحيتنا لكم السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكرا، ألف شكر للقيمين على هذا المؤتمر والمنتدى، الذين وبالفعل يضيئون في كل سنة شمعة في ظلام الشرذمة والتكفير والأموال التي تدفع من أجل تفرقة المسلمين. ولعل الله سبحانه وتعالى، وكنا سمعنا بالأمس أن ما قيمة هذه المؤتمرات وما الفائدة من هذه المؤتمرات، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا الآن بنظرة رحمة، ولعله لو لم يجد من بيننا وحدوي مخلص كما قالت الأخت النور، لأننا اجتمعنا من أجل رفع كلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ورفع كلمة إن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول الله لملائكته الآن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سأختصر، وهذه ضريبة من يتحدث أخيرا في الآخر، خاصة ذكرتني الأخت يوسف بنائب في لبنان اسمه ناصر قنديل، في الإخوان بيعرفون، عندما طلب إلى لجنة التحقيق الدولية ليحققوا معه، كانت اللجنة تسأل كل من استدعت وتقول له تحدث تكلم، إلا ناصر قنديل كان يقول له اسكت إذا سمحت، إنه ما شاء الله إذا فتح فتح. فضريبة أن جئت بعد الأخت يوسف، سأختصر وأقسم كلمتي إلى دقائق عدة، أخصص منها الدقائق الأولى لعنوان أو عنوان هذه المحاضرة، القدس توحدنا، وأتحدث عن الوحدة الإسلامية، والدقائق الأخيرة أحمل أمانة من لبنان أتلوها على مسامعكم. أخي الدكتور أكرم والأخت كوثر، القدس وحدتنا في لبنان، في لبنان وحدتنا القدس. كنا صغارا عندما كنا نحلم أن نرى القدس وأن نسمع بالقدس، وكنا ننظر كالشعوب العربية وبعض الشعوب الإسلامية مقالة الإنهزاميين، المقالة الثالوث الخشبي، المعادلة الخشبية، الجيش الذي لا يظهر، الجيش الإسرائيلي، وإن العين لا تقاوم المخرز، وإن قوة لبنان في ضعفه. ولكن بعد عام 1982 الشكر كل الشكر لأبناء سماحة السيد حسن نصر الله في المقاومة الإسلامية، أولئك الذين أعادوا للقدس عزها وكرامتها. المقاومة الإسلامية التي هي سنية وشيعية، لأولئك الذين قاتلوا ليس من أجل التشيع إنما من أجل القدس، القدس التي صلى فيها نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وقال عنها ذلك الشاعر عن هذا الوصف: في القدس صليت يا خير النبيين، وقدسنا اليوم نبكيها وتبكينا،
إليك رسول الله مني معذرة، ماذا أقول وقد صرنا ملايين؟ ماذا أقول إلى غزة التي انتفضت؟ ماذا أقول وحيفا تستحي فينا؟ شباب غزة قد قالوا قصيدتهم، وبالحجارة قد خطوا الدواوين. صهيون ينوي للإسلام مذبحة، ونحن قد أعددنا للصهيون سكينا. نعم، إنها القدس، إنه ذلك المشهد الذي نعيشه من على مارون الرأس في لبنان، عندما نقف بعد تحرير الأرض بالدم على أيدي المقاومة ننظر إلى فلسطين، وكان هذا حلمنا وحلم كل عربي وأسلامي. ها هي المقاومة في لبنان تقول لنا أنتم على مشارف القدس. إنها القدس، إنها فلسطين، والتي وإن وضع القيم على هذا المؤتمر وضع هذا العنوان أخيرا، عنوان فلسطين وعنوان القدس، ولكن أن يوضع العنوان أخيرا خير من أن لا يوضع. أنا أريد، ونحن ما زلنا نعيش أيام الإسراء والمعراج، أن أضيء على مسألة أو بل على كلمة واحدة، على كلمة واحدة لأدخل إلى الموضوع الآخر. عندما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن القدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أشار الله سبحانه وتعالى إلى آية فيها كلمة يجب أن نقف عندها. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. نقف عند كلمة عباد. أيها المسلمون، أيها الأخوة، أيها الأخوات، لم يقل المولى سبحانه وتعالى بعثنا عليكم سنة ولا شيعة، بعثنا عليكم عبادا لنا. الله سبحانه وتعالى وصفنا بالعباد مؤكدا على أن تحرير القدس وفلسطين لا بد أن يعبر معبر الوحدة الإسلامية. من على هذا المنبر منذ عام أو عامين تقريبا قل، عندما دخل العدو الصهيوني واجتاح أرض لبنان واحتل العاصمة الثانية بعد القدس بيروت، لم يدخل بضعفنا أبدا، إنما دخل ووصل إلى بيروت بتجرذمنا وتفرقنا. وعندما أراد أن يدخل عام 2006 ما استطاع، لأنه لم يدخل بقوة المقاومة فحسب. نعم، كانت المقاومة على قدر أهل العزم، ولكن بوحدتنا ما استطاع العدو أن يدخل شبرا واحدا إلى الأراضي اللبنانية عام 2006. عندما دخل العدو، هذا العدو، إلى أرضنا عام 1982 ورفع شعار، وهذا ما تحدث بالأمس أخي سماحة الشيخ حسان عن هذا الموضوع، عن التفرقة التي يريدها العدو، وأنه لا يمكن أن يبقى في أرض فلسطين إلا بتفرقنا وتشرذمنا. عندما دخل عام 1982 رفع شعار أنه دخل من أجل القضاء على السنة، على المقاومة الفلسطينية آنذاك، وقال أنتم يا شيعة لا شأن لكم، لا دخل لكم. وسرعان ما اكتشفنا أن صواريخه وأن بوارجه وأن الطائرات ما كانت لتميز ما بين بيت سني وبيت شيعي وبيت دلفي وبيت مسيحي. وعندما أعلن الحرب على الشيعة عام 2006 على حزب الله وعلى الشيعة، قال أنتم يا سنة لا شأن لكم. وسرعان ما اكتشفنا أن المجزرة الأولى التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة ياريم السنية، وذهب ضحيتها أطفال ونساء آنذاك من السنة. القدس، إن أردنا أن نتقدم شبرا واحدا باتجاهها، يجب أن نعيد حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى
من خلال الآية الكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. ثم أتحدث عن موضوع الوحدة الإسلامية، القدس توحدنا. مع العلم يجب أن نبدل الكلمات، يجب أن نتوحد من أجل تحرير القدس. يجب أن نتوحد من أجل تحرير القدس. أقول في كلمات قبل أن أنتقل إلى الأمانة: مشكورة كل الجهود المبذولة من قبل النخب والعلماء على مستوى الشعوب أو على مستوى الدول في موضوع إقامة المؤتمرات والندوات لخلق مساحات مشتركة بين كافة المذاهب والأديان ضمن مشروع تقريبي ووحدوي. إلا أن المحك الحقيقي الذي يعكس ناجعية هذه التحركات اليوم والجهود هو عند هبوب رياح الفتنة على الأمة لتنكشف لنا حقيقة مستوى الوعي الشعبي ومدى تفاعله سلبا أو إيجابا مع الفتنة. وللأسف تسقط كل المشاريع عند كل ريح فتنوية، حيث ينخرط الجمهور في لعبتها متفاعلا بشكل سلبي يزيد من نيرانها اشتعالا لمستوى هدر الدماء وقتل الأبرياء على الهوية فقط لانتمائهم لمذاهب مختلفة وأديان مغالية. ويرجع السبب غالبا إلى أمرين. أولا وبكل صراحة، واعذروني على هذه الصراحة، سلطة الفتوى على عقول الناس ووعيهم لمدخلية الدين القوية في حياة الإنسان ودوره في رسم خريطة وعيه وسلوكه الاجتماعي، وهو ما تمثله فتوى التكفير. اثنين، قدرة الإعلام على توجيه وعي الناس وفق خطط رسمها قادة الحرب وأمراء الفتنة لتتناسب مع أهدافهم وآليات تحقيقها، حتى لو وصل الأمر للعبور على أجساد الناس. وضمن هذين السببين تتداخل الأدوات المستخدمة من شخصيات وأفراد في المجتمع، وللأسف تحت ضغط الإرهاب الفكري والديني والاجتماعي يخضع كثير من دعاة التقريب اليوم للغة الشارع في بعض الأحيان، فإما يلجأوا للصمت حفاظا على حياتهم، وإما يرضخوا للجمهور حفاظا على قواعدهم ومصالحهم طبعا. والخاسر هو الإسلام والإنسان، ولا عزاء للمبدأ والقيم. صباحا تحدث الدكتور من الجزائر، الدكتور أحمد خونا، عندما أشار إلى أنه سمع من مهاتير محمد كلاما أنه تأثر ويتأثر بالكلام الوحدوي لمالك بن نبي. عذرا، لقد ذهبنا منذ أشهر بوساطة إلى ماليزيا لنتحدث عن أمر حزين ومحزن، وذهبنا مباشرة إلى مهاتير محمد، وأنا أستدل من خلال أننا بحاجة ماسة للإخلاص. نعم، كما قالت الأخت صباحا، بحاجة ماسة للإخلاص في الدعوة للوحدة وفي تصديق الوحدة الإسلامية، وإلا كبر مقتا عند الله أن نقول ما لا نفعل. عندما تحدثنا مع مهاتير محمد رفض رفضا قاطعا وأخذ قرارا، وهو صاحب القرار والداعي فيه لتجريم الشيعة في ماليزيا. كيف هذا؟ نتحدث عن من يفهم كلام الوحدة، ثم بعد ذلك عندما يذهب الإنسان منا إلى داره وكأن شيئا لم يكن. وللأسف نحن بحاجة ماسة إلى صدق أولا مع الله في موضوع الوحدة الإسلامية، ثم مع أنفسنا وساحتنا. نعم أيها الأخوة، إن أي حركة إصلاحية كي تحقق الهدف لا بد لها من أن تقترن مع قيمة التضحية، كون الإصلاح طريق ذات الشوكة ويتطلب نكرانا بالذات وتقديم قرابين
عند أعتاب مشروع الإصلاح والوحدة الذي وإن كنا نخسر من خلاله شهداء في سبيله إلا أننا نبني أوطاناً وأمجاداً تحقق لنا القدرة والقوة للاستقلال والسيادة ولبناء أمة ونهضة وحضارة. لذلك وبكل صراحة أقول قد تفشل بعض مشاريع الوحدة لأنها لا تتعدى قناعات النخب والعلماء، وهو ما يتطلب منا تنزيل هذه القناعات للميدان وللجمهور كثقافة تتبناها مؤسسات المجتمع المدني ضمن ورش عمل تكون قادرة على تقديم حلول واقعية للمشاكل الميدانية والاجتماعية الناشئة عن الأزمات السياسية التي يفتعلها بعض القادة والساسة، أو التي وللأسف يستخدم الجمهور الساسة تستخدم الجمهور وقوداً في صراعاتها لتحقيق رغباتها السياسية باستخدام الفتن المذهبية والدينية بفتاوى القتل وإعلان التضليل للوصول لما يرغبه الساسة على دماء الناس، وهو ما يجب أن يدركه الناس كي لا يتحولوا لأدوات لأيدي الزعماء ويشكلوا حضناً منيعاً في وجه الفتن. هذا بموضوع الوحدة. دقائق حتى أحمل أمانة من لبنان وهي يعني ترطب الأجواء بعض الشيء. أقول وقال ربك إني واحد أحد أن اعبدوني وسيروا وفق تشريعي. هذا النبي لكل الناس مبعثه، عودوا إليه بتمجيد وترفيع. وأما الكتاب سوى آل موحدة فيهن تلقون تكريمي وتقريري، فيه البلاغة تسمو كلما نظرت، عين تشد إلى فن وتفريع. فكيف أصبحت الدنيا تفرقنا واستبدلت عزة المأوى بترطيع. هنا تجمعنا أرسى مبادئه، وقال يا روح بغي المفتري بيعي. وثقتي دعوة التوحيد أطلبها مذيلا نصها ختمي وتوقيعي. فأمة قال عنها الله واحدة، فكيف يرضى بنوها شؤم تضييعي. إني فخور أبي مذهبي ثقتي، سني أصيل ولكن الهوى شيعي. يوم اتحدنا عصرنا الكون في يدنا حتى تشير إلينا بالأصابع. فما المذاهب إلا درب سالكها ورحمة بين تضييق وتوسيع. أما التطرف سخاك الدماء، فما حيكت حبائله إلا لترويع. لكن توحدنا أولى عباداتنا لله، فانبذ لعشاق الفقاقير. ما أجمل الدين إن باتت شعائره حبل التوحد في شتى المرابيع. ما زلت أصبو إلى يوم يؤطرنا كمسلمين، فلا سني ولا شيعي. لو أدرجوني على لائحة التكفير فقل لهم لن تبصروا يوم إخضاعي وتطبيعي. أبي الحسين وجدي المصطفى شرف، والله ربي فمن أنتم لتركيعي. وشكرا.